يا الله يا الله. الحمد لله على السلامة، تقبرني. الحمد لله على السلامة. لا تعطي هم يا مو صغيرة، تبلى ايده بالكسر. الهي، لك بيقولوا الغريب لازم يضل قديم. لك اخي مشان الله حاجة قارشهم بقى، كل كم يوم ان شاء الله بيرجعوا على حارتهم ونخلص من هالقصص. يبعت لهم حمى الهي، يخرب بيتهم من حالهم، ما بدهم ينقعوا من هالحارة بقى. كل يوم مشكلة جديدة. ابنك، ابنك يلي تعدى عليه ولا نسيت شو عمل معه؟ سطحوا للشب بالفرشة. حميدي الله، حميدي الله اللي طلعت سليمة. الحمد لله رب العالمين. أخي والله أنا صايرة عم خاف عليك أكثر من الأول، بكفينا مشاكل مو؟ إذا ما تركوا الحارة ما رح تنتهي المشاكل، هن أصل البلاوي اللي عم تصير. رح يطلعوا يا عمو رح يطلعوا، بس تقلية وحياتك. بس لازم نكون كلنا بهاي الحارة إيد وحدة، ولا ما رح تخلص المشاكل بنوب. وعلم على كلامي يا أبي. وعزام هو أصل البلاوي، الله لا يسامحه ولا يبارك له، هو أصل البلاوي.